بقى ليه الدوري الهالند. الدوري الهالند هو مش دوري انجليزي بقى، الدوري الهالند. اه ايه اللي بيحصل في الدوري الانجليزي اخي؟ كل مباراه، مش كل مباراه، كل 3 دقائق في اي مباراه في الدوري الانجليزي ممتعه. الدوري السنه بيزيد حلاوه عن اللي قبلها. يمكن كمان الدوري السنه ما فيش حد يعني، حتى سيتي اللي هو هالاند و11 جون وبتاع، لكن سيتي في الملعب مش هو نفس سيتي حتى اللي كان قبل كده. فكل الفرق لسه النايتروس ما اشتغلش صح، بس في فرق مقدمه حاجات بتلمع. لو خدنا ممكن من الاول للاخر، ارسنال طبعا مع مايكل ارتيتا اول موسم السنه دي ما بعد الصفقات اللي اتجابت له بدا بقى يدخل فيه. خرجنا من المرحله بتاعه ان انا مدرب جاي بتعرف على الفرقه، مدرب ببني حاجه لقدام، معايا جيل شباب. لا دخلنا في المرحله بتاعه ان انت وجودك في التوب فور الزامي عشان ما بعد كده نقدر نشوف انت مدرب تقدر تكسب دوري ولا لا. مايكل ارتيتا مع ارسنال بدا يغير الحاجات اللي كانت مشاكل كبيره بقى لها فتره مع اوناي امري، واللي كانت موجوده حتى في نهايه ارسن فينجر، ان الفريق يكون عنده شخصيه. ارسنال حتى وهو بيتغلب في ماتشات كان بيظهر ان هو فريق عنده شخصيه. فريق اتغلب من سيتي 5-0 الدور الاولاني السنه اللي فاتت، الدور الثاني بقى المباراه ممتازه ولولا طرد، واعتقد ان هو كان كمان يستحق ضربه جزاء في المباراه دي، انتهت المباراه في النهايه 2-1 لسيتي، ولكن كان الفريق ظهر بشخصيه اقوى. ده بدا بقى ينعكس اكتر السنه دي. الفريق اللي كان عنده لاكازيت وبوميانج، اوباميانج ما بعد التجديد ما بقاش هو اوباميانج، لاكازيت مهاجم بديل، وبعد كده المشاكل والخلافات وخلافه بقى عنده جابرييل جيسوس مهاجم بروفايل مهاجم هيضيع فرص هيضيعه، لكنه موجود في العمق، موجود على الطرفين، بيديله الاضافه المنتظره. التدعيم او اللعب كله على ناحيه الشمال في وجود زينشينكو لاعب جديد، الناحيه الثانيه في باك ما بيزيدش كتير. فهو عمل حاله لفريقه اعتقد انها كانت هتبقى اقوى واقوى لو جاب لاعب وسط تاني يبقى موجود مجال جرينتي تشاكا. تشاكا قدم موسم كويس حتى الان، ولكن مش لعيب كوره زي ما كان حد زي يوري تيليمانس مثلا طبعا كان هيكون موجود لست. فحاله ارسنال بالنسبه لي حاله منطقيه. وارتيتا السنه اللي فاتت عدم وجوده في التوب فور مش مشكله خالص، لان هو ما كانش منافس اصلا صح على التوب فور، هو اللي خلاه من نفسه. مانشستر يونايتد بقى ابتدى يبسطك شويه ولا لا؟ اه الفرق الراجل ده يعني بيعاني زي في ماما طبعا لا بس هو حلو افضل كتير. الموضوع مختلف بصراحه. ما بعد اول مباراتين، وانا كنت الرهان الاكبر في ماتش ليفربول تحديدا ان تنهاج يبدا يغير في الاسماء. انا مش عايز اشوف نفس الوشوش اللي اتغلبت في اول ماتشين او اللي عندها مشاكل بقى لها فتره، اللي هم على راسهم طبعا هاري ماجوير، لوك شو، كان فريدو مكتومناي، ولكن مكتومناي تحول ما بعد وجود كاسيميرو، فكان لازم يغير الوشوش. هو غير الوشوش. فاران ومارتينيز ثنائيه ممتازه جدا. مارتينيز ده كمان نجده. نجده بصراحه. وانا عاجبني جدا في مارتينيز على فكره، فكره ان هو كان في تنمر على طول قامته يعني في اول كام مباراه لمانشستر يونايتد، وهو يعني سد ودانه على كل الانتقادات دي، وقدر ان هو يثبت ان هو واحده من افضل الصفقات لمانشستر يونايتد في خط دفاعه في اخر 3 4 سنين من قبل حتى ما يجي. ارقامه في الارتقاء في الهواء اعلى من مدافعين في الدوري الانجليزي، اعلى من ليندلوف اللي هو كان زميله، اعلى من امريك لابورت اللي بيلعب في السيتي. بالنسبه لي الصفقه الابرز طبعا مارتينيز، انا سعيد بجد. الصفقه الابرز في مانشستر هو كريستيان إيريكسون، لاعب جاي فري، كل الكلام او الاعتقاد ان هو جاي عشان مات خرج، بوجبا خرج، فهو لاعب سكواد، ولكنه تحول لاهم لاعب في نص ملعب مانشستر يونايتد. بالنسبه لي ده الصفقه الابرز. دييجو دالو وتحوله من ان هو كان مجرد لاعب خرج على ميلان ورجع لاعب بديل، بس هو بيحاول يجري بس ما بيقدمش جديد، لواحد من اهم مفاتيح لعب مانشستر يونايتد. لسه سانشو ما لمعش، انتوني بدا اول ماتش لسه برضه هياخد وقت. فالجزء الهجومي تحديدا في مانشستر يونايتد هو اللي محتاج شغل اكبر من تنهاج، لكن الفريق وقف على رجله، تحول من هو فريق مهلهل تقريبا من برايتون فول ترافورد، تقريبا 4 من برينتفورد، لان انت فريق بتكسب ليفربول وبتكسب ارسنال، تحدي طبعا قدام الوحش اللي بعد التوقف في الدوري السيتي. ليفربول بقى وضعه ايه؟ الوضع في حاجات كتير قوي يا كريم، يعني في ليفربول الموضوع مشاكل مدرب ومشاكل مستوى لعيبه ومشاكل خطه. فخلينا ناخدهم كده حاجه سريعا. يلا. في ليفربول فيرجيل فان دايك من بعد الاصابه مستواه اقل كتير. وغياب ماتب اللي كان الموسم اللي فات مقدم موسم ممتاز واعلى من فان دايك، في رايي واحد من احسن 3 مدافعين في الدوري السنه اللي فاتت، ما كانش موجود في بدايه الموسم. ارنولد كده كده قصه المساحه اللي في ظهره والكوميكس والافات هي موجوده طول عمرها، ولكنه قبل كده كان في حد بيشيله. اللي كان بيشيله مين؟ كان بيشيله هندرسون لما كان بيرجع يغطي وراه، كان بيشيله فان دايك او ماتب اللي بيبقى مايل فيهم في الناحيه دي، فدي ما بقتش موجوده. فبالتالي ارنولد اللي هو بيزيد هجوميا بقى فيه مصايب ورا دفاعيه. ثلاثي وسط ملعب ليفربول، فابينيو السنه اللي فاتت كان بيلعب لوحده ويلعب طول الموسم، كان مجهد واتصاب. هندرسون مستواه تراجع جدا. تياجو الكانتارا اتصاب في بدايه الموسم، اول ماتش في الموسم. اليوت لسه قدامه شويه. كارفاليو، فابيو كارفاليو لاعب ممتاز جدا وموهبه عظيمه جدا، ولكن لسه قدامه شويه. ما كانش في تدعيم في نص ملعب، ودي كانت اغرب حاجه في الميركاتو بتاع انجلترا كله بلا منازع، ان ليفربول خلص السوق من غير ما يجيب لاعب وسط تاني. مع الاضافه الجديده ان انت خرجت ساديو ماني
دخلت داروين نونيز. فبقى المطلوب ايه من داروين نونيز؟ هو مش ساديو ماني خالص، هو مش لاعب بيسقط ويدي مساحه لزمانه، لان هو بره منطقه الجزاء كارثي. هو مهاجم تحطه في المنطقه هتلعب له اوفرات او تلعب له عرضيات من لمسه واحده هيفنش، وهيفنش وهيجيب عدد اجوان كويس. بس قصه ان هو يخرج من المنطقه وكورته سيئه جدا. فدي كانت حاجه انا كنت متصور ان هيبقى عدد العرضيات كتير من ارنولد روبرتسون، لان فتره امم افريقيا السنه اللي فاتت لو انت فاكر لما غاب صلاح وماني ليفربول لعب 3 ماتشات ما عملش اي حاجه غير انه كان بيلعب عرضيات من كل حته لجوتا وفيرمين وجاب منها جوان، فتوقعت ان دي تحصل. وطبعا الحاجه الابرز والكبيره ان انت بعت اكبر مصدر تهديف ليك في الفرقه عن الجون. صلاح تحول الى لاعب خط، ما بقاش من جناح اللي هو بيخترق لجوه، مع وجود ان انت منتظر ان انت ده اللاعب الهداف، ده الهداف بتاع فريقك. وحتى لما اضطرت داروين نونيز 3 ماتشات صلاح فضل على الخط، فدي مشكله كبيره بدات تتحول من الشوط الثاني في ماتش نيوكاسل، وبعد كده ماتش ايفرتون وماتش اياكس في دوري الابطال. فده المفروض ان هو يكون مؤشر ان ده لازم يحصل. صح. مع الحاجه الابرز في ليفربول اللي هي اسلوب لعب كلوب الاصليه، ان هو بيضغط ضغط عكسي، ضغط بكل جنون في الملعب عشان ياخد الكره بسرعه. دي مش موجوده خالص.